السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال ماذا يفعل مربي الأرانب لو تلقحت الأنثى الصغيرة بالخطأ. يعني نقولوا واحد الأنثى أنت ما معولش أنك غادي تلقحها، يعني باقي ما وصلتش للسن، يعني كما عودتكم في فيديوهات خص يكون الأنثى خص تكون عندها خمس شهور فما فوق عاد ممكن انك تلقحها. كاين اللي كيدير بالميزان، كاين اللي كيدير، هي في الحقيقه الاصل ديال 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 هذه الفكره هذه، وهو ان التربيه ديال الارانب خصها تكون عندها موازين. يعني الذكر ممكن انه يلقح في اربع شهور، ولكن الانثى خصها منين تبغي تزوجوها خصها تكون عندها خمس شهور. ارانا نشوفوا حنايا شي واحد مثلا عنده تربيه ارضيه غالبا ما كيكونش هذاك الشيء، يعني كل حاجه معزوله بوحدها. سمو كيوقع ما كيشوفش ان الانثى هي باقا عاد صغيره وتزوج يعني الذكر طلع فوق منها وتزوج معاها، يعني سمو العواقب ديال هذا الشيء. العواقب وهي هذا الشيء في الحقيقه كيتعتبر من الاخطاء. يعني كاين اللي داير يعني التربيه ارضيه او التربيه جماعيه. التربيه جماعيه من لابد ما يوقعوا مثل هذه الاخطاء. انا ديما كنقول خاص يكون عندكم قفص وكل حاجه معزوله بوحدها، يعني غير كيوصلوا لواحد السن حاولوا انكم تعزلوهم، كل واحد حطوه جهه بوحده باش ما يوقعش يعني داك الاحتكاك ما بين ارنب وارنب اخر. اذا الفكره ديالنا ديال هذا النهار يعني كيفاش غادي نتعاملوا. في الحقيقه على حسب التجربه ديالي، يعني الارنبه الصغيره الا مشات حتى تلقحت قبل من الوقت غادي نشوفوا، غادي نقيدوا هذيك لاداس اللي تلقحت فيها. اولا لقيتوا انها يعني وصلت يعني 30 يوم او 32 يوم وولدت، هذاك الشيء في الحقيقه راه ولا خطر، كيشكل خطر عليها، لان يعني الولادات الاخرين ما غاديش يكونوا يعني ولادات ناجحه. يعني كانكم غصبتوا هذاك الانثى وراها ما غاديش تكون في حاله طبيعيه، ما غتبقاش تولد مزيان يعني منين يوصل السن ديالها، لان هي بحر الله بلغت ماشي وصلت للمرحله ديال يعني باش تولد. يعني إذا مشيتوا تدرسوا هذا الخطأ من الأحسن أنكم تخلصوا من ديك الأنثى. أنا هذه بالتجربة كانت يعني تلقحت ووصلت للمرحلة ديال باش تولد وما ولدتش، صافي عرفوا باللي راها سلكت. غير مرة أخرى ديروا العزل، حاولوا أنكم تعزلوا وحضيوا مرة أخرى. بحال دابا أنا هذا الكاج هادو هانتوما، راه كيبان الكاج مشروك ولكن راه كل واحد راه على حدة، يعني كل واحد على حدة. كذلك هانتوما هذا الكاج هذا حتى هو راه كل واحد يعني بالعلافه ديالو بالماء ديالو. هانتوما كاين للناس اللي دايرين شرابات، انا داير طاسات عاديين. هانتوما كل واحد، هذا ذكر حيت تبارك الله شويه كبير نخلي له جوج امكينه يعني باش يرتاح. كاين عمر الفيطان كنخليهم كل واحد بوحديته. اذا الحلقه ديالنا ديال هذا النهار راه جاتني في لي كومونتير وجاوبت عليها يعني السيد اللي يمكن امراه هي اللي قالت لي هذا مني متابعه قالت لي هذه الفكره هذه، وحاولت انني نطبقها واحد الفيديو بسيط من هنا لقدام ان شاء الله. شحال من واحد قال لي ما تبقاش تطول في الفيديو، غادي نحاول انني انا كنحاول يعني نعطي ما امكن من المعلومات، ولكن الا بغيتوا انني نبقى نبسط في الفيديو ونقول غير المعلومه، يعني ما نديروش على شكل الموضوع ما ماشي مشكل. انا يعني كنحاول انني نلبي لكم الرغبات ديالكم نتوما. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش ساندونا باش تزيد القناه القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.